مدينة أتنز التاريخية في جنوب شرقي الولايات المتحدة بولاية أوهايو، وهي تعد مدينة الجامعات بامتياز، حيث يقطن فيها أزيد من 25 ألف طالب من مختلف الجنسيات. وأحمد واحد من بين هؤلاء، وهو طالب عماني بجامعة أوهايو في السنة الأولى من شعبة الهندسة الكيميائية، حيث التقينا في أول أيام رمضان الكريم رفقة أصدقائه لمعرفة شعوره وهو يستقبل هذا الشهر الفضيل في الغربة. اسمي أحمد حامد مرهون الخاطري، من عمان، من محافظة الداخلية، بالضبط من ولاية بوهلة. إن شاء الله بدرس كيميكال إنجينيرينج هنا في جامعة أوهايو يونيفرسيتي. عمري تقريبا 19 سنة الحين. طبعا شهر رمضان شهر فضيل، شهر البركة، شهر الرحمة. طبعا جميع المبتعثين من أمريكا بيحسوا أن رمضان في أمريكا يختلف عن رمضان في عمان. فطبعا رمضان يحتاج عبادة، يحتاج تهيئة نفسي. في أمريكا يمكن تمر وانت تمشي للكلاس تشوف ناس تاكل، ناس تضحك، ناس تشرب، بس أعتقد هذا شيء عادي بالنسبة إلي. أنا صائم وبحترم مبادئي وقيمي كمسلم في الولايات المتحدة الأمريكية. لابد أنه تحد لا يصدق لطلابنا، ونحن نتفهم مدى صعوبته، لذلك فنحن نعمل كل ما بوسعنا لمساعدتهم. عندما يعلن دخول رمضان يضيف أحمد، يزيد الشعور بافتقاد الأهل والأصحاب، إلا أنه يحاول جهد الإمكان تفادي ذلك بفضل أصدقاء الدراسة، ويقول إن الغربة تجعل الشخص يحس بالتنوع والألفة والاتحاد كمسلمين، وتقوي صبرهم من أجل تحمل مختلف المعاناة. طبعا مرات الغربة أحس بمرات الغربة، لكن أتواصل مع أهلي مع أصدقائي every weekend، أتصل بأهلي، فهذا يخفف من مرارة الغربة لدي. فحلاوة الغربة بالأصدقاء، لقاء أصدقاء، نروح نلعب مع بعض، نذاكر في أوقات معينة، نلعب، نضحك مع بعض، هذا يضيف لمسة تخفف من مرارة الغربة في أمريكا. وتزيد صعوبة اليوم الرمضاني على المغتربين بصفة عامة، حيث هو يوم عادي للجميع، إلا أن أحمد وصديقه راشد يحاولان قدر الإمكان تحدي كل الصعوبات وتنظيم وقتهما، خصوصا عندما يتعلق الأمر بإعداد وجبة الفطور، ما دامت المواد الأولية متوفرة لتحضير أطباق عمانية بسيطة وكذلك مغذية ومفيدة للشخص الصائم. فبعد اقتناء كل ما هو ضروري، يبدأ التحضير بكل حماس ونشاط لهذه الأطباق، ويزيد التضامن أكثر فأكثر أثناء هذه المرحلة، حيث يتطوع الجميع للدخول إلى المطبخ من أجل المساعدة حتى تكون كل الوجبات جاهزة عند الإفطار. كل هذه التجارب التي تمر بها، يعني هل أكيد هي بتقوي شخصيتك؟ إن شاء الله. يعني الاعتماد على النفس والتفكير، صحيح. يعني لحالك بدون ما تلجأ للأب أو للأم أو للعيلة لمساعدتك. صحيح. عندما كنت في عمان كنت ما بدخل المطبخ، يمكن بر ما يعني أحيانا بس أدخل المطبخ، أما هنا أضطر أني أدخل المطبخ وأطبخ بنفسي. نعم. أيوة. هلا أكيد الوالدة بتحضرك بالتلفزيون، شو بتقولها؟ بقولها إن شاء الله من أوصل عمان أنا بطبخ. وأخيرا نجح أحمد بعون الأصدقاء في تحضير سفرة جميلة وشهية تستحق كل الافتخار، وعمل على أن تكون مماثلة لما هو عليها الحال في السلطنة، حتى صديق الأمريكي إريك لم يتردد في مشاركة أصدقائه الأكلات العمانية التي يتذوقها لأول مرة. رفقتي مع أصدقاء العمانيين خاصة للغاية وغير اعتيادية، فهناك نوع من الضيافة نفتقدها هنا في أمريكا.
وبعد الانتهاء من تناول وجبة الفطور يتوجه أحمد وباقي رفقائه إلى المسجد من أجل أداء صلاة العشاء والتراويح بمقر المركز الإسلامي المتواجد جوار البناية التي يقطن بها أحمد، وقضاء بعض من الوقت من أجل الدعاء وقراءة القرآن. هذه هي أول سنة يقضي فيها أحمد رمضان الكريم بعيدا عن بلده، إلا أنه يعتبر نفسه محظوظا بلقاء مجموعة طيبة من أبناء بلده هنا في أتنز، حيث يحلو اللقاء والحديث يوميا بعد الإفطار حول الدراسة وكذلك متابعة أخبار السلطنة ومناقشة آخر المستجدات في مختلف المواضيع. تكوين الأصدقاء في الغربة هي على ما أعتقد أنها أيضا مهمة للطالب المغترب، من ناحية أن يعني تنسيه يعني اشتياقه لبلدنا وعما، فهذه أيضا يعني سواء كان تكون لك أصدقاء عرب خليجيين أمريكان أو أيضا عمانيين، فعلى ما أعتقد أن هذه مهمة أيضا. ريحة بلادي توحي لي العديد من المعاني، منها تذكار بعض المواقف التي حدثت لي في عمان، and أيضا ريحة بلادي في أمريكا تزداد شوقا للوطن من خلال متابعة الأخبار في الإنترنت، وأيضا عندما أتحدث مع أصدقائي، فطبعا ريحة بلادي ستستمر حتى أعود إلى الوطن. بالتأكيد أن هذا الشاب يحمل حبا وحنينا لأهله ولوطنه، ورغم أن الفرصة لم تتح له لأخذ إجازة والتمتع برمضان مع الأهل، فهو يحاول التعايش ما أمكن والاعتياد على جو رمضان في الغربة بشكل عام. I'm not afraid.